بعد كده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر عدم إقامة مباريات دولية للمنتخبات الوطنية إلا في قارة أوروبا، ده في خطوة لتفادي سفر اللاعبين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد. قرر فيفا تأجيل نافذة المباريات الدولية التي كانت مقررة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2020 إلى الفترة من بقى 24 يناير حتى الأول من فبراير 2022. ده هيكون لجميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هنا لن يتعين على لاعبي قارتي أمريكا الجنوبية وإفريقيا تكبد مشقة السفر مطلع سبتمبر للدفاع عن ألوان منتخباتهم الوطنية. أكد كمان الاتحاد الدولي موعد جديد لإقامة كأس الأمم الإفريقية كان ده في يناير 2022 على أن يتم تحديد المواعيد في وقت لاحق. تعالوا بقى نروح لأخبار نادي برشلونة الإسباني. النادي أعلن تعيين رونالد كومان مديرا فنيا جديدا للفريق. طبعا المدرب الجديد هيبتدي مهمته مع بداية الموسم الجديد، وده طبعا حصل بعد إقالة كيكي وهو المدير الفني السابق للفريق من منصبه بعد خسارة الفريق من البايرن 8-2. وطبعا دي المباراة اللي طبعا هتفضل في ذاكرة كل عشاق كرة القدم وكل محبي الفرقتين الحقيقة، لأن هي مباراة تاريخية وكانت صادمة للملايين في كل مكان في العالم. خبر تاني عن الدوري الإسباني هو أن رابطة الأندية قررت بداية الموسم الجديد 12 سبتمبر هتكون عرض هناك بقى القرار على الاتحاد الأسباني، ومش هتبدأ فرق ريال مدريد وبرسلونة وإشبيليا وأتلتيكو مدريد في الجولة الأولى بالدوري لضيق هنا الوقت وارتباطهم بالمشاركة في البطولات القارية. تعالوا بقى نروح لرياضات مختلفة وليها شعبية وجماهيرية كبيرة جدا في منطقة الخليج العربي بشكل عام. رياضة الصيد والفروسية، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية عن تنظيم الدورة 18 من المعرض اللي هيقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس نادي صقاري الإمارات خلال الفترة من 27 سبتمبر لغاية 3 أكتوبر 2021. الكلام ده هيحصل في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، حيث سيمتد المعرض للمرة الأولى في تاريخه على مدى 7 أيام متواصلة. دي تعتبر نقلة نوعية ضمن استراتيجية تطوير المعرض وتحويله إلى مهرجان شامل. طبعا تمديد فترة المعرض جت نظرا للإقبال الجماهيري الواسع ورغبة كل من الزوار وكمان العارضين على حد سواء في منحهم فرصة أكبر للاستفادة من الحدث وعقد الصفقات. وطبعا تلبية الطموحات المتزايدة لزوار المعرض من عشاق الصقور والصيد والفروسية من مختلف دول العالم، وذلك مع ما شهدته أو مع ما شهده الحدث من تضاعف في عدد الزوار منذ انطلاقته في 2003 وحتى 2019 ووصوله لأكثر من 1,600,000 زائر. معنا بقى بعد كده خبر إنساني إلى حد كبير، يعني الأولمبياد الخاص الإماراتي هو اسمه كده أطلق دعوة لجميع المهتمين هنا بدعم ذوي الإعاقة الذهنية داخل دولة الإمارات أو في مختلف الدول العربية ودول العالم، ده للمشاركة في مبادرة خطواتنا معا. المبادرة دي بتهدف لتحقيق 52 مليون خطوة احتفاء بمرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص في العالم اللي أسهمت منذ عام 1968 في تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم وأسرهم كمان حول العالم. كمان ساعدت في جهود دمج المجتمعات المختلفة لأصحاب الهمم، وبيستهدف الأولمبياد الخاص الإماراتي يعني مفروض من تلك المبادرة استثمار النجاحات الكبيرة اللي حققتها استضافة أبو ظبي للألعاب العالمية في مارس ده من عام 2019، كان بمشاركة وقتها كريم 7500 لاعب ولاعبة من 200 دولة حول العالم، ولا تزال لحد دلوقتي نقدر نقول حديث العالم يعني. فمبادرة أنا بشوفها في غاية الاحترام بصراحة. طيب نهواند خدت حضراتكم للإمارات، اسمحوا لي أنا أخذكم للجزائر. قررت الجزائر الشقيقة إقامة النسخة 7 لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين في 10 يوليو وحتى 1 أغسطس 2022، وتم تعديل الموعد حتى لا يتزامن مع النسخة 19 من دورة الألعاب أو دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي بتستضيفها مدينة وهران غرب الجزائر من 25 يونيو لغاية 5 يوليو من نفس العام، وبتقام بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بمدن الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وأيضا عناب.